التحانية والتهاني موصولة للمضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. أيها الأعزاء، الشوط الرئيسي ينطلق للثنائي القعدان، والكلمة وحيلها في هذا الشوط للزميل يزيد بن سعيد الجهني. أتمنى لها التوفيق ولكم لحظات طيبة وجميلة. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الأعزاء، أسعد الله مساكم وأوقاتكم بكل خير وبركة في هذا التحدي الكبير، بهذا اليوم المثير، بهذا المساء الذي يحمل سن الثنايا. وهذا هو الشوط الأول الرئيسي، الشوط الأول ومن أقوى أشواط القعدان الثنايا، 8 كيلومترات. يا مشاهدين الأعزاء، انطلق هذا الشوط، انطلقت الآمال، 21 مشارك ينطلق لتحقيق الناموس، لتحقيق الفوز والانتصار في مساء يحمل الأسماء المميزة. كانت هناك من فازت بالشوط الأول الذربة لهجن الشيحانية، المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي اللي فاز مع الذربة. مشاهدينا الأعزاء، ناخذ المركز الأول، وفي مقدمة هذا الشوط لفان لهجن الشيحانية، المضمر السيد سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، بينما ناخذ المركز الثاني وهذا القادم والقادم على المركز الثاني لسعادة الشيخ محمد بن حسن بن عبد الرحمن آل ثاني، المضمر حمد بن لزيوح المري، بينما ناخذ المركز الثالث وننتقل إلى مشكور لسعادة الشيخ علي بن عبد الله بن محمد آل ثاني، المضمر سعيد بن محمد بن طفلة المري، هو من يضمر مشكور ومن يرافق مشكور ومن يسرح بالشوط الأول الرئيسي. ناخذ المركز الرابع، شوفوا اللي قادم. وفي المركز الرابع، وهذا شعار الغرفاوي الكبير، وهذا شعار الذيب، وهذا شعار الأسماء التي تميزت، وهذا شعار شاهين لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني، المضمر السيد سالم بن عامر بن راشد المدهوشي. ننتقل لنتابع نداءنا، ننتقل لنتابع من وصل بالمركز الخامس ومن اقتحم هذا المركز. تريليون اللي وصل بالمركز الخامس لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد آل ثاني، المضمر السيد حمد بن عبد الهادي بن هليل الغفراني. هذه هي النتيجة يا مشاهدي قناة الريان، هذه هي النتيجة يا مضمرين الأعزاء. ولكن دائما نعود مع لفان، لفان هذا التاريخ المتحرك، هذا صاحب السجلات، هذا صاحب الرموز. هذا هو لفان الذي فاز في العام الماضي في الشوط الرئيسي في ختام الوثبة، في شوط الخنجر في ختام الوثبة. أيضا هذا رصيده رموز، وفي ختام ميدان الشيحانية في سباق سيدي أمير البلاد خنجر الذهبي الخاص بالقعدان الإجداع. مشاهدين الأعزاء، إذا رموز في رصيد لفان اللي يبي يلف الثمانية كيلومترات، يلفها على المرباع على خطى ثابتة مع المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. يا سلام، وديروا بالكم من لفان اللي ينطلق واللي يبدأ يغادر في هذه اللحظات ويريد أن يتابع مسيرته. المركز الثاني وهذا مشكور اللي وصل على المركز الثاني لسعادة الشيخ علي بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، المضمر السيد سعيد بن محمد بن طفلة المري، بينما ناخذ المركز الثالث وهذا القادم على المركز الثالث لسعادة الشيخ محمد بن حسن بن عبد الرحمن آل ثاني حمد بن لزيوح المري، بينما ناخذ المركز الرابع وشعار سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني،
المضمر السيد طالب بن عامر بن راشد المدهوشي في المركز الرابع. ناخذ اللي وصل في المركز الخامس تريليون. الله يا تريليون، كم يساوي ابن بريك تريليون؟ 1000 مليار تقريبا، 1000 مليار يساوي. يا سلام، الله يرزق الجميع مشاهدينا الاعزاء ويرزقنا ان شاء الله تريليون لسعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن، الشيخ محمد بن عبد الرحمن او عبد الله بن علي ال ثاني ضمن السيد حمد بن عبد الهادي الغفراني. مشاهدينا الاعزاء، شوف يا ابو حمد لفان اللي بدا يلف، لفان اللي بدا ينطلق، لفان اللي بدا يسرح. يا سلام، يلف الدور، يلف مع 8 كيلومترات. أربعة تبقت على النهايه. مسيره تسير. يا سلام، في مساء يوم الامس كانت هناك الجزيره التي فازت بالشوط الاول، وكان هناك العريق، وكانت هناك دوما، وكانت هناك الأسماء المميزة، وهناك أيضا الأسماء الكبيرة. وفي هذا اليوم هذا لفان اللي يظهر في هذا المساء مشاهدين الأعزاء، اللي فاز في 3 رموز في سباقات متوالية في ختامي المرموم في عام 2012 وفي في عام 2013 في سن الإجداع في الشوط الرئيسي، وبعدها انتقل إلى ميدان الوثبة وفاز بالشوط الأول الرئيسي الرمز الغالية في ميدان الوثبة، وجلب الناموس لدولة قطر، وتهانينا له على إنجاز الرمز الثاني. وفي ختام ميدان التحدي في أقوى السباقات يخطف الشوط الرئيسي الخاص بالإجداع في رمز ثالث يضاف مع رموزه. تهانينا لكل إنجازاته ولكل من يتابعه، فكل محبين 3 رموز يعني أسطورة في موسم واحد، 3 رموز في موسم واحد، 3 رموز ما شاء الله تبارك الله. نتمنى له أن يكمل المسيرة في هذا الموسم. إذن ترقبوا مفاجآته في ختام الشحانية وفي ختام المرموم وفي ختام الوثبة. يسير العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي مشاهدينا الأعزاء بانطلاقة لفان. هذه هجن الشحانية، الهجن العملاق. لفان بدأ يلف مع المنعطف، وهنا مع المنعطف الذي بعده نتوجه إلى المنصة الرئيسية في هذه اللحظات. المركز الثاني ذيبان، المنطلق أو شاهين لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني ضمر السيد سالم بن عامر المدهوشي. المركز الثاني مشاهدين الأعزاء، الثالث الوعب لهجن شيحانية ضمر السيد سالم بن فلان المري. المركز الرابع تريليون اللي قادم بشعار سعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد الثاني عبد الهادي أو حمد بن عبد الهادي بن هليل الغفراني. المركز الخامس هذا الشقب اللي قادم لتعزيز مع لفان، ولا يحتاج التعزيز لفان، وهذا الشقب لهجن شيحاني ينضمر السيد سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي مشاهدينا الاعزاء. يا سلام، قول لي يا بن بريك قصيده سعد بطلع حقت الكادر الاعلى مشاهدينا الاعزاء. الله عطنا اياها. قد قسموا شاشه التلفاز منتصفا مشاهدينا الاعزاء، الكادر الاعلى والاخر اسفلي، الكادر الأعلى طموح المشترك والكادر الأسفل للمشارك مشكري. يا سلام، الله يا لفان اللي بدأ يلف مع الكيلوين هذه أبيات سعد المطلع بانفرادة الكادر العلوي، دائما هو مبدع. الله، الكيلوين راحت وشرفنا على 1500. ولفان هذا الأسطورة لفها لفان ولف 8 كيلومترات. الله، يعني الشوط كفه مشاهدينا الأعزاء لفني مثل السحايب والمزون.
في عيوني برق وفي قلبي رعد. أشكرك يا بن بريك، يا سلام يا سلام يا لفان، يا سلام يا عشاق لفان. انطلق لفان في أول أشواط القعدان الثنايا 8 كيلومترات، يا سلام 1500 متر. الشوط الرئيسي يسجل من هذه اللحظات ببطل القعدان، ببطل الموسم، المركز الثاني. هذا هو، هذا هو الشاهين بشعار سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني، سالم بن عامر بن راشد المدهوشي. المركز الثالث الشقب لهجن الشيحانية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الرابع هذا هو، هذا هو الوعب لهجن الشيحانية المضمر السيد سالم بن فرال المري. لكن دعونا نذهب هناك نستمتع مع لفان. الله يا لفان، يا لفان في مقدمة الشوط. الله، هذه هذه لوحة الكيلومتر الأخير، أي هذه لوحة الكيلومتر الأخير. وبنقولكم باي باي يا مضمرين، نعود ونتابع انطلاقة لفان. الله، لفان يا بعدي، لفان يا سعدي، يا سلام. حي لفان بانطلاقته، بانطلاقته، يا سلام. لفان 3 رموز في العام الماضي، وبإذن الله سوف يحقق 3 رموز في عام 2014، في عام 2014 في هذا الموسم. الله، 8 كيلومترات، 8 كيلومترات في انطلاقته بدون أي تعليمات. أشوف الجماهير يتابعون لفان 8 كيلومترات في هذه اللحظات، يقوم رأس وينهي رأس بدون أي تعليمات. الله، على سماعة الجهاز، وربما وأنا متأكد أنه لم يحرك السماعة، متأكد، متأكد بأنه لم يحرك السماعة. دفع تلقائي تشاهدونه أمامكم على قناة الريان. هذا، هذا هو لفان يلي بتعرف لفان، هذا هو لفان يلي بتترقب لفان. هذه انطلاقة لفان لهجن الشيحانية، الهجن العملاقة، امبراطورية الشيحانية. وهذه هجنها، وهذه هجنها، وهذا إبداعها، وهذا لفانها، وهذا العنابي الذي دائما يتميز. لفان يظهر، حي لفان، حي لفان، حي انطلاقته، حي فوزه. 3 رموز في رصيده، وها هو يسجل هذا اليوم في 6 من شهر ديسمبر. يظهر لنا لفان بكل ثقة وبكل استحقاق، يفوز بالشوط الأول الرئيسي. المركز الثاني الشقب، على المركز الثاني لهجن الشيحانية، المركز الثالث الوعب لهجن الشيحانية، المركز الرابع شاهين لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني، المركز الثالث أو المركز الخامس، المركز الخامس المركز الخامس السعدي لهجن الشيحانية. تهانينا والناموس لهجن الشيحانية، وتهانينا ولفان اللي فاز وسجل التوقيت الممتاز وكرر وهو صاحب الإنجاز. تهانينا لسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي على هذا الإنجاز. لفان وأسطورة في هذا اليوم، 13 دقيقة 3 ثواني 42 جزء من الثانية بدون أي تعليمات، يعتبر توقيت مميز. المركز الثاني، المركز الثاني الشقب على المركز الثاني لهجن الشيحانية، وكان توقيتها الزمني 13 دقيقة 7 ثواني بدون أي جزء من الثانية. المركز الثالث الوعب، المركز الثالث الوعب لهجن الشيحانية، والمضمر سالم بن فاران المري الذهبي، كان توقيتها الزمني 13 دقيقة 7 ثواني 32 جزءا من الثانية. تهانينا